سلامات ابو البنات كانت تجربه كانت بالنسبه لي نقله نوعيه في المسار الفني ديالي وفي المشاركه الفنيه ديالي، يعني كشخصيه كاداره ممثل كتجربه يعني ككل شيء. كنادله تجربه جميله، وعاد كيعرف الواحد بالقيمه ديال النادي، لان حنا ملي كيدخلوا الزبناء لاي محل فعلا كيكونوا ملوك، لان النادي اللي كيتعب فعلا. وكانت تجربه جميله، وحنا كنا خططنا باش نعملوها من قبل، باش نجربوها، باش نحسوها، باش نحسوا بالاهميه ديالها. اكيد نقبل به، لان الممثل كيقبل جميع الادوار اللي موجوده في الحياه وفي الواقع وحتى في الخيال، يعني ممثل خصو يقبل الادوار. نتمنى ان شاء الله، كاينه مجرد مشاريع شفويه الى حين ان شاء الله تكون في الواقع يشوف الجمهور. نعمة بن عثمان بنت المدينة ديالي العرائش، هي فنانة جميلة جدا، متابعة المسار ديالها من هذه شحال، بدات سنوات طويلة، ولكن يعني في انتظار يجيها الدور اللي كتحلم به. جمعتنا صداقة وربطتنا صداقة، وصلت إلى حد الأخوة الحمد لله، والآن احنا كنشاركوها الفرحة ديالها بهذا المشروع الجديد وبهذا المولود اللي كنتمناو يدخلوا عليها الله بالتيسير، في انتظار مشاريع فنية إن شاء الله، وفي انتظار تكمل الدكتورة ديالها والدراسة ديالها اللي احنا عاوتاني غادي نفرحوا بها من جديد. Merci beaucoup, Lucie. Merci, Rafika. Merci, Lucie. Merci, Baraka.